اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقه جديده من برنامجكم اسرار الحياه. زي ما عودنا حضراتكم كل يوم سبت بيكون معانا ضيف بنتعلم سر من اسرار مهنته. حلقتنا النهارده هتتكلم عن التشطيب والديكور. زي ما عودنا حضراتكم اي حد بيجي معانا هنا لازم يكون ليه مصداقيه كبيره جدا، مش اي حد يجي ويتكلم عن شغله ملهوش مصداقيه، لان احنا بنعرض شغل موثوق فيه. زي ما عودنا حضراتكم ان الموضوع ده اصبح فيه غش كتير في الخامات وفي الماتيريال. للاسف بيبقى نفس الديزاين عندي وعندي غيري، لكن اللي بيفرق الجوده والخامه والكواليتي. كمان الموضوع اصبح مفتوح لاي حد ممكن يدخل في المجال وما عندهوش اي خبره، بيروح يبوظ الدنيا وبيمشي. ده بيعمل فيما بعد عبء مادي وبرضه بيبقى الدنيا بتبقى بايظه عندي اللي هو صاحب المكان، لانه هيجيب ناس تانية تشطب له وهتعيد الموضوع ده من تاني. بدانا نعمل سلسله حلقات وبدانا ندور على ونعمل سيرش على الفيسبوك لغايه لما بنجيب افضل الشركات واحسن الناس اللي عندها خامات وماتيريال وكواليتي كويس تقدر تقدمه للعميل. من الحاجات اللي لفتت نظر الشركه لها مصداقيه طبعا في التعامل، خبره بقالها سنين، واخده الموضوع حب اكتر ما واخده سبوبه، مش مجرد اخد منك فلوس واطلع اجري، لا. المصداقيه عندها اهم من الناحيه الماديه. مهما اتكلم عن الشركه ديت مش هوفي بحقها، سيب صاحب الشأن هو يتكلم معاها. النهارده معانا ومعاكم باشمهندس محمد كونسوا، صاحب شركه كبيره من التشطيب والديكور. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك يا فندم، نورتنا النهارده. ده نورك ربنا. في البدايه تعرفنا بحضرتك اكتر. انا اسمي محمد كونسوا، في المجال بقى لنا هو حوالي 6 سنين. تمام. شركتنا هي سويتش كونسلتنج، الحمد لله عندنا سابقة اعمال محترمه. الحمد لله. نفذنا مشاريع كتير في محافظات مصر كلها الحمد لله والشكر لله. وتحت امرك، انا مع حضرتك اهو. احنا من الحاجات اللي احنا شفناها على البيج عندك ان عندك المصداقيه اهم من الناحيه الماديه. كمان اللي لفت نظرنا كميه الريفيوهات اللي موجوده على الصفحه. تمام. وناس كتيره بتشكر في المواعيد، في الفينيش، في الخامات، في الماتيريال. جبتوا الثقه دي منين؟ من الشغل بمنتهى البساطه. احنا واخدين الموضوع يعني بندخل العميل معانا من اول مرحله لحد اخر مرحله، بيبقى مطلع على كل حاجه. تمام. فهو بيبقى واثق ان اللي بيتحط له هو اللي بيتقال له، بمعنى ان الخامه الفلانيه هي اللي هتستخدم، فهو بيشوفها بعينه. تمام. فده بيدي مصداقيه. من الحاجات اللي جات لنا الناس متلخبطه ما بين حاجه اسمها المقايسه والباقات. احنا كنا نسمع عن الباقات دي زمان ان هي باقه التليفون، باقه النت، باقه. ايه مفهوم الباقه اللي طلع في التشطيب والديكور ده؟ ده مفهوم ظهر بقاله تقريبا 2 سنين او اكتر شويه. تمام. ده بيبقى حاجات بنود ثابته. البنود الثابته ديت الشركات بتبقى مسعراها طبقا للخامات. فبتقول الباقه ديت فيها من الالف الى الياء بسعر متر بيبدا من كذا. ده مش بيضيف فايده للعميل ولا حاجه، بس هو بيخليه يريح دماغه من ان هو يقعد يختار فروم اي تو زد. تمام. المقايسه بتختلف عن ده. المقايسه بقينا نروح لها دلوقتي اكتر، احنا من ساعه ما ابتدينا واحنا رايحين لها، لانها بتدي فلكسبيليتي للعميل ان هو لا انا مش عاجباني الخامه دي، مش عاجبني الشكل ده، انا عايز ابدله بحاجه تانية، فهو بيختار، بيبقى معانا انتراكتنج على طول من اول الشغل لحد اخره. يعني انا افهم من كلام حضرتك ان المقايسه بتبقى احسن من الباقه. دي حقيقه. صح، لان انت المقايسه بتمطر الشقه وبعد كده بتعرف انت هتشتغل ازاي. بالظبط. لكن انا حاسه ان الباقه بتخنق العميل، مع ان في ناس كتيره جدا بتقول لك دي الباقه روعه، ده انا المتر بكذا خلاص انا عرفت، مع ان ده يعني الباقه بتضحك على العميل. بالظبط. هو بتبقى حاجات ثابته ممكن العميل ما يحتاجهاش كلها. بس في نفس الوقت الشركات كانت اتجهت ليها عشان هو زي باكج كده عاملاه بتريح دماغها، هي خامه موجوده بالفعل. في الوقت الحالي بعد ما اسعار الخامات ارتفعت بشكل ملحوظ يعني ابتدينا نرجع تاني للمقايسات. تمام. ديت بتبقى افضل، الخامات كلها بتبقى معروضه قدام العميل، العميل بينقي كل تفصيله هو محتاجها بالفعل. فبيبقى عارف ان اللي نقاه هو اللي جه هو اللي استخدمناه في شقته. حلو جدا طبعا. كمان يعني انا حاسه ان الباقات بيبقى داخل فيها حاجات ممكن العميل ما يكونش عايزها، او بمعنى اصح ممكن العميل يكون عايز حاجه مش موجوده في الباقه. دي حقيقة. فهي مش متاحه له الا الحاجات اللي موجوده. بالظبط. طيب برضو من ضمن الحاجات اللي احنا عايزين نعرفها، لو انا عايزه انسق الالوان والديكور من غير ديزاين انظمه ازاي؟
يعني انا اقول لحضرتك احنا بنعمل ايه. احنا لو مش محتاجين ديزاين، لان الديزاين طبعا زي ما كل الناس عارفه هو بيبقى بتكلفه، بنبعت للعميل زي كتالوج الوان او كتالوج صور. السقف مثلا ليه مجموعه صور، الارضيات ليها مجموعه صور، الدهانات وهكذا. بينقلنا منهم اكتر ثلاث صور عاجبينه، تمام، ببدا اعمل له تخيل بسيط للشقه، وبنبدا نتناقش. ده بدي راي استرشادي العميل في الاخر، بنوصل لاحسن شكل موجود من غير ديزاين. بس بيبقى على حسب اختياراته من الصور اللي انا ببعتها له. تمام، يعني انت بتجيب الاول العميل بيشوف الدنيا ماشيه ازاي وتشوف الحاجه اللي هي تريحه، وبعد كده بتبدا ان انت تنفذ. اكيد اكيد. طيب انا دلوقتي انت عارف ان الموضوع بتاع الشقق بتاعتنا ما بقاش واسع او زي الايام الخير ديت بتاعت زمان. دلوقتي اصبحت الاماكن والشقق ضيقه، فبتعملوا ايه بقى الديكوريشن اللي بيخلي نفسيه العميل مرتاحه بالرغم ان المكان ضيق؟ فايه النظام المتبع؟ احنا عندنا شقق دلوقتي من اول تقريبا 40 متر. 40؟ طب احنا كنا عارفين المتعارف 60. لا، في استوديوهات 40 متر كمان، دي موجوده في كذا شركه من الشركات الكبيره اللي موجوده. من اول 40 متر لحد 70 متر دي بنصنفها استوديو. فده ما بنشتغلش فيها الا بديزاين عشان اقدر استغل كل مساحه موجوده فيها. بس ممكن حضرتك تدخليها تحس ان هي 140 متر 150 متر. ازاي بقى؟ على حسب الديزاين. الديزاين كل مكان مريح ومدي اريحيه للعميل واريحيه للعين، فبالتالي حضرتك بتحس ان المكان كبير. تمام، معانا بس مداخله دكتور عمر. اكيد. الو الو، صباح الخير. صباح النور، ازيك يا دكتور؟ الحمد لله، ازي حضرتك؟ اخبار حضرتك؟ الحمد لله الحمد لله، ربنا يخليك. معانا طبعا قائد كبير في التشطيب والديكور باشمهندس محمد. طبعا باشمهندس محمد يعني من الناس الكويسه جدا والله، الواحد اتعامل معاه مخلص جدا في شغله وفي تنفيذه للتشطيب وفي الالتزام بالمواعيد. حد محترم جدا. ازيك يا باشمهندس؟ ازيك يا دكتور؟ كلمنا يا دكتور عن الفينش ومواعيد التسليم، كانت في ميعادها ولا الباشمهندس اخر عليك شويه؟ لا، ده الباشمهندس يعني من الناس اللي بتلتزم جدا في مواعيدها، حتى هو في الميتنج دايما اللي بيبقى قبل الاتفاق بيقول، بيوضح انه انا بدي لنفسي مثلا بروح في الاتفاق لكن في مواعيد التسليم، لكن هو طبعا بيسلم قبلها وبيبقى ملتزم جدا. والتفنيق الفينش بيبقى زي ما بالظبط على الرسومات بتاعه 3 دي ماكس زي ما مكتوب في العقد يعني. تمام، يمكن احسن كمان. تمام، يعني كانت التجربه كويسه مع الشركه والباشمهندس. جدا جدا طبعا. تمام، مفيش حاجه جدت او اتغيرت بعد ما سلم حضرتك؟ لا بالعكس والله، ده انا حتى كان عندي حاجه كده في الريسبشن كانت يعني مش باظت من الاولاد وكده، كلمته بصراحه جه عمل افتر سيرفيس رهيب يعني، وما رضاش ان هو حتى ياخد اي حاجه، قال لا دي حاجه كده اللي هو تبع شغل يعني. تمام، اشكرك يا فندم، اشكرك يا دكتور. من الحاجات الكويسة ان العميل يعمل لحضرتك مداخلة تليفونية. اكيد طبعا. لو الحاجة مش كويسة او مش مقتنع 100% بالشركة، مش هيرفع سماعة التليفون ويتكلم على الهواء ويقول للمشاهدين الشغل كويس. أكيد. والشركة كويسة. اكيد طبعا. كنا بنتكلم عن موضوع الاماكن الضيقة، قلت لحضرتك ان انت بتحاول بقدر الامكان ان انت توسع المكان. أكيد. طيب توسيع المكان ده بيكون بالدهانات ولا بالديكور ولا بايه؟ بكل حاجة، هي بتبقى منظومة متكاملة. الدهانات بيبقى ألوانها عادة بتبقى فاتحة بحيث إنها تدي براح. الأساس نفسه بيبقى حاجات بسيطة مش مالية المكان، فبالتالي بتديني وسع، بتديني حرية حركة. فعشان كده بنعمل لها ديزاين لكل استوديو أو لكل شقة صغيرة لوحدها. العميل بيبص عليها الأول 3D، بيبقى متخيل إن هو قاعد جواها. بنبدأ نعدل فيها حاجات بسيطة، بعد كده بنبدأ ننفذها وبيستلمها زي الرسمة بالظبط الحمد لله. يعني بتظبط الدنيا بحيث ان برضو يطلع الشكل الجمالي للمكان كويس. أكيد طبعا. طيب أنا لو عميل جديد وجاي على شركة حضرتك ومش فاهم أي حاجة في الديكور ولا في التشطيب، بتعملوا معايا إيه الأول؟ إيه الإجراءات المتبعة؟ أول حاجة خالص بننزل نبص على المكان. نقول حضرتك معانا، لو حضرتك العميل فحضرتك تبقى معانا، بنبص على المكان، بنطلع نقعد في الشركة، باخد من حضرتك كل حاجة حضرتك متخيلها في الشقة.
بنبدا نعمل رسمه بسيطه بنتخيل بيها سواء انا سواء حضرتك الشقه ديت هتبقى فيها 1 2 3 4 لحد ما تخلص، ده الشكل النهائي بتاعها. تمام، اتفقنا على الشكل، حضرتك بتستلميها مني في الحقيقه نفس الشكل بالظبط. بس طبعا بيبقى فيه طبعا اجراءات في النص، ان احنا بنمضي العقود وحضرتك تبقى عارفه مواعيد، بيبقى فيه مثلا شرط جزائي بالميعاد وكل حاجه. طبعا طبعا لو اتاخرت بيبقى عليا شرط جزائي، لو سلمت حضرتك حاجه مش عاجباك بيبقى عليا شرط جزائي. غير كده انا بدي لحضرتك ضمان 5 سنين على اي حاجه انا بعملها كشركه. كان في ناس كانوا يكلموني على 3D، حضرتك بتعملها برضو للعميل؟ اكيد اكيد طبعا، بحيث ان انت على اساسها بقى خلاص بتبدا تشتغل. اكيد، لان انا عاده بسلم على الرسومات، يعني العميل بينزل معايا بالرسمه اللي انا مديها له بينزل يستلم في الحقيقه. يعني نفس الرسمه اللي انت بتعملها على ال 3D هي اللي بتسلمها له على الطبيعه. اكيد اكيد. وده بيبقى اريح للعميل واريح ليا انا كشركه. تمام، عشان ما بيحصلش بس اي اختلافات. بالنسبه للفورنيتشر، انتوا برضو الشركه جاهزه ان هي تسلم لك على المفتاح يعني بفورنيتشر وكل حاجه؟ اكيد، بس مش تشطيب وديكور بس. خالص خالص. انا بسلم حضرتك، انا عندي لو حضرتك محتاجه الاساس انا بسلم حضرتك الاساس، محتاجه سمارت هوم بسلمها لحضرتك سمارت هوم، كل حاجه. كل الشركه حاجة متكامله. اكيد الحمد لله، بتقدر ان هي تسلم على المفتاح. اكيد طبعا، مفيش حد جه قال لك الشقه اهي وانا عايزه استلمها على المفتاح؟ لا، في في طبعا انبهروا بقى لما كانوا شويه تراب و اكيد اكيد. احنا بنصور شغلنا من اول ما بندخل الشقه لحد ما بنخلصها، بس بيجي في فتره بمنع العملاء انها تدخل الشقه عشان لما يدخلوا يحسوا فعلا ان حصل فرق. في فرق او بتبقى معموله زي مفاجاه كده ليهم. ان هم كانوا شايفين عباره ما فيهاش تنظيم، كلها حته واحده. أكيد، فجاه انت اسست ونظمت. اكيد طبعا. يا ريت بس الكنترول يحضر لنا الصور عشان الباشمهندس نشوف الشغل بتاعه. عايز اعرف لحضرتك ايه اللي بيميزك عن غيرك؟ والله هو في شركات كتير جدا في السوق، منهم اللي بيشتغل بخامات معتمده، منهم اللي بيشتغل بخامات غير معتمده. احنا الحمد لله اللي مميزنا الى حد ما ان احنا مصداقيتنا عاليه مع العملاء. اللي بنتفق عليه العملاء بتلاقيه بالفعل. ضماننا يعتبر من اكبر الشركات اللي بتدي 5 سنين ضمان على اي حاجه استخدمت، فده مش موجود كتير في السوق. تمام. غير كده بنحاول نوجد حلول للعملاء ان ما يبقاش تعبان وهو بيشطب شقته. معنا بس استاذه منى من القاهره. الو. الو، اهلا بيك يا استاذه منى. اهلا بيكم، نورتينا النهارده في اسرار الحياه. ده نورك، ربنا يخليكي. ربنا يخليكي. معنا الباشمهندس محمد، وكنا عايزين نعرف تجربتك معاه. يعني التعريف بجد، يعني شركه محترمه جدا. انا اتعاملت معاهم مرتين. مره شطبولي الساحل، كنا عندي شاليه في الساحل عملهولي، ولما طبعا شفت الشغل انبهرت، فكان في شويه حاجات كده كنت محتاجه اظبطها في البيت في القاهره، فبرضه بجد ما تاخرش. يعني انت عارفه احنا بيبقى لينا تركات كده وطلبات كتيره. بس هو فعلا كان عنده طولة بال بجد، يعني احنا فعلا جنناه يعني. بس هو باشمهندس بجد، يعني حضرتك شخص محترم جدا، واتبسطنا جدا مع حضرتك، وفعلا بقيت برشحه لكل اصحابي يعني، كل المعارف اللي انا اعرفهم يعني. كان التسليم في الميعاد؟ طبعا بجد يعني. لا، ده في حاجات كمان انا زنقته فيها وزودتها في الاخر، وكانت حاجات مش موجوده في المقايسه. بس بصراحه يعني هو ما تاخرش فعلا، ويعني التزم بالميعاد فعلا اللي هو اللي قالهولي، مع ان انا اللي غيرت شويه حاجات. تمام. بس هو بصراحه شركه ممتازه يعني. يعني التجربه كانت مع الشركه كانت ناجحه، مش هتترددي تاني ان انت تجيبيها في اي حته؟ طبعا طبعا. لا بجد فعلا، يعني مكان ذو ثقه وناس محترمين جدا. حتى الناس اللي بتشتغل معاه ناس يعني ما تقلقيش، عارفه تسيبي لهم حاجتك كده وانتي مطمنه يعني. تمام. ما تقلقيش من اي حاجه فعلا. تمام يا فندم، اشكر حضرتك جداً. اشكر حضرتك، اشكر. يعني بتتكلم بكل ثقه ان المواعيد كانت كويسه، التشطيب كويس، الحمد لله. جربتك في الساحل قالت لا ده انا اجيبك عندي. انت عارف ان شركات التشطيب والديكور دي سمعه. اكيد، ده راس مالي. هي دي اهم حاجه حضرتك. احنا لما بندخل مثلا عند اي حد، لا ده الديزاين ده حلو، ده الديكور اللي من الشركه اللي عملته لي. فبنقول كده زي بلغه اولاد البلد، عميل بيجيب عميل. اكيد اكيد. وبعدين يعني ده راس المال. اهم حاجه انا كشركه هي العملاء. للاسف بقى باشمهندس، احنا بنشوف اليومين دول المقاولين مبوظين الدنيا للاسف. دي حقيقه. بيبقى في ناس ما عندهاش خلفيه ولا خبره باي حاجه، وللاسف هي حافظه ديزاين واحد بتروح تعمله في الشقه دي والشقه دي والشقه دي. مظبوط. كمان شغلهم انا بحس ان هو شغل فهلوه. تمام. مش بالميزان، مش بالتنسيق ولا اي حاجه. ان انا اقنعك ازاي ان انا اخد شغلك
وفي نفس الوقت بقنعك ان انا هجيب لك افضل الخامات وافضل وافضل. باجي بقى الاقي الدنيا بايظه وبيبقى عبء تاني اللي انا عايزه اكسر وايده، خصوصا التشطيبات الداخليه او التاسيس الداخلي ده للسباكه والكهرباء، ده موال تاني. ده اكيد ده الاساس لازم يبقى A1. لا انا شفت بعيني ناس جايبه ستوك مش كويسه وجايبه وجايبه وجايبه، للاسف لقينا الميه باظت، حصل ماس كهربي، فكل دوت بيبقى بنرجع تاني نكسر ونهد، والناس للاسف بتسترخص. لا انا مسترخصه، وهتلاقي الفرق بسيط اللي حقيقة. انا هفضل بقى اريح دماغي. فكلمنا بقى على النقطه ديت، هل واجهتك من ضمن الشغل اللي انت خدتها؟ واجهتنا للاسف. هي الفكره كلها ان في خامات كتير جدا في السوق، سواء خامات اصليه او سواء اول كوبي تاني كوبي تالت كوبي، ممكن نوصل لحد 10 كوبي كمان. الفكره كلها ان العميل في عملاء كتير بتيجي بتبص على التكلفه. تمام. مع العلم ان انا عشان اجي اصلح الكلام ده انا ممكن اصرف اكتر من التكلفه اللي كانت ممكن تتعمل بيها الشقه. لان التكسير لوحده وتصليح الحاجه ده بتكلفه اكبر ما هدخل اشطبها من الاول. تمام. احنا معانا الصور الكنترول بس يعرضها لو سمحت. انا يا ريت تعقب لنا عليها. ده كان حاجه في التجمع الخامس، كانت شقه في التجمع الخامس. زي ما حضرتك شايفه هو الليد لايت معمول لاد بروفايل اهو، ده جيبسون بورد، الارضيات كانت بورسلين، كانت شقه جميله بصراحه. دي نفس الشقه. دي كانت غرفه. تمام. دي شقه تانية بس برضو في التجمع، كان العميل طالب حاجه يعني حاجه بسيطه من الكلاسيك مع المودرن، فابتدينا نعمل البانوهات اللي حضرتك شايفاها. جميله جدا. اللي بعده ده فيو تاني لنفس الشقه، ده ريسبشن. تمام. ده نظام ايه؟ ده حجر، كان عمود حجر، كان العميل محتاج يعمل عليه ديكور. كل الحاجات دي انتوا اللي عاملينها؟ يا فندم. انا دي على الطبيعه. دي على الطبيعه، كل ده صور من الطبيعه. مش 3D؟ لا خالص. لا لا، كل دي صور من التنفيذ الفعلي. تمام. كل ده انتوا كنتوا واخدينه على الطوب؟ سواء على الطوب الاحمر سواء على المحاره، لان في شركات بتسلم محاره وفي شركات بتسلم طوب. تمام. حلو جدا. ده كان اللاندسكيب وحمام السباحه في الساحل. التنسيق في الالوان ماشي مع الديكور، ماشي مع الفرنيتشر، تحس ان هي لوحه متكامله. اكيد طبعا. اكيد. الجبسون بورد برضو. هي دي الحاجه اللي بتظهر الشغل. في حاجات كده تاتشات بتحطها بتظهر الشغل. اكيد. الاضاءه برضو بتبقى عليها عامل اساسي. اكيد طبعا. اكيد. دي حيطه ديكور، ده ستانلس ما بيصفيش ولا بيحصل له اي حاجه. بس هو هتلاقينا ميالين، لان العملاء كلها بقت مياله دلوقتي للمودرن، هتلاقينا بنروح للمودرن اكتر. ما هم دلوقتي في قليل قوي لما تلاقي حد يقول لك انا عايز كلاسيك. بالظبط. فالناس يقول لك لا انا عايزه مودرن. بالظبط. بس الكلاسيك طبعا عمره ما هيبطل، يعني هو هيفضل عايش، في ناس بتيجي تطلبه بعينه. فهو هيفضل عايش، هيفضل عايش. اكيد. طيب باشمهندس كلمني لو في حد جه قال لك انا عايز الاثنين تدمجهم مع بعض، طب ازاي يعني المودرن مع الكلاسيك؟ بينفع بس ما بيبقاش طبعا بالشكل المتعارف عليه اللي هو الكلاسيك الكلاسيك او المودرن المودرن. لا هو بيبقى حاجه سيمي مودرن. بنحاول ان احنا نشتغل بجبسون بورد، حاجات خفيفه بس بنطعمها ببراويز كلاسيك مثلا، الحاجات اللي هي البسيطه. بالظبط. الحيطان ممكن نعمل بانوهات زي اللي احنا لسه شايفينها. تمام. فبتدي شكل في الاخر، حضرتك مش عارفه هو ده مودرن ولا كلاسيك. ما بتبقاش عارف تنسق يعني تدخل ده مع ده، ده مودرن ولا كلاسيك، ما هو الاثنين. بيطلع شكله حلو جدا. لان في رسومات دلوقتي كلاسيك بس بتركب على مودرن. في شغل سي ان سي مثلا اللي هو الخشب بيمشي مودرن بيمشي كلاسيك، فبنطعم المودرن بحاجات كلاسيك بس مش كتيره، فبتحسسك ان انت داخله مكان في الاثنين، الروح دي موجوده والروح دي موجوده. طيب باشمهندس كلمنا على العميل المتردد. العميل المتردد ده بيبقى عميل رخم جدا جدا في اي شغل او في اي حته. دي حقيقه. بيبقى خلاص اداك ضن على الشغل وكده، ويرجع بعد كده يقول لك لا انا عايز ديت، لا طب ممكن تعمل لي ديت. واجهتك العميل ده؟ واجهتني للاسف، وطبعا واجهتنا كلنا يعني. اكيد. فهي اكيد موجوده. بس بمنتهى البساطه، از لونج از ان هو شاف شقته
3 دي وبص عليها كويس وحس ان هو عايش جواها وماشي بالتصميم جواها اكنه ماشي من اوضه لاوضه، فالموضوع بيبقى معاه اهدى شويه. بس في يعني انا ببقى سامح لهم بتعديلات بسيطه ما تاثرش على تاسيسي للشقه. فلو جت في التعديلات البسيطه دي انا بعدلها له ما عنديش مشكله، بس بنقعد نتناقش فيها الاول، لان ممكن يبقى هو عايز تعديل هيبوظ له الديزاين في الحته الفلانيه، مش عارف يفرش حاجه على الحيطه دي مثلا. فلازم اوجهه. وخصوصا بقى الموضوع تردد بقى في ستات البيوت بقى، بتبقى بتشوف صاحبتها عامله النظام التركي ده هنا او مش عارفه عامله ايه الايطالي هنا، فبتقول لك اعمل. المشكله ان هم المكان ده بيختلف عن المكان ده، ده هيليق فيه وده هيليق فيه. زي ان انا مثلا لو جبت تيشيرت ولا حاجه ممكن يليق عليا وما يليقش عليه. طبعا احنا بنحاول نرضي جميع الاذواق. ازاي بقى يعني بتوصل معاهم ازاي يعني؟ دول عايزين طولة بال. لا يعني احنا ممكن نقعد ننقي في الديزاين 3 4 شهور، ما عندناش مشكله. احنا نقعد ننقي في اطول مده العميل يبقى مرتاح فيها ومقتنع ان هو ده خلاص الفاينل. عشان بمجرد ما ابدا تنفيذ انا يعني بجري بالتنفيذ على قد ما اقدر، عشان برضو احسسه ان هو بياخد سيرفيس سريعه فبخلص له شقته بسرعه. يعني بتبقى معاه برضو خطوه بخطوه بتفهمه الدنيا ماشيه ازاي. اكيد طبعا، وحضرتك اكيد فاهم اكتر منه فبتوضح له الدنيا ماشيه ازاي. من برضو الحاجات اللي عايز اسال حضرتك، ان هي اخطر مرحله في التشطيب والديكور؟ التاسيس طبعا. التاسيس، لان التاسيس من اول المراحل اللي حضرتك ما تبقيش شايفاها، بس في نفس الوقت لو حصل فيها مشكلة لا قدر الله هي هدت كل اللي بعدها. تمام. فهو التأسيس سواء سباكة أو كهرباء أو عزل، فده من أخطر مراحل التشطيب. وده للأسف في عملاء ما بتبقاش مركزة فيه. بيبقى أهمها الشكل النهائي، مع ان اللي جوه ده هو اهم من اللي بره بكتير جدا. طبعا اللي جوه بيبقى اهم جدا، يعني اللي بره ممكن اعمله قدام عيني، لكن بالزبط. اللي جوه ده هكسر وهعمل وممكن لا قدر يحصل كوارث بسببه. طبعًا. ما هي دي بقى النقطه الاساسيه اللي انا بتكلم فيها، ان احنا يا جماعه ما نسترخصش في موضوع الخامات والماتيريال بتاعه التشطيب الداخلي، لان دي كارثه لوحدها. احنا ممكن نكسر ونبني ونعمل والتكاليف تبقى اكتر من التكاليف اللي حصلت قبل كده. وفروقها بتبقى حاجات بسيطه للاسف، يعني فروقها ما بتبقاش الارقام المبالغ فيها، بس في كلاينتس بتحب تروح للسعر اللي بيسمعه ان هو مريح بالنسبه له. بس للاسف بيضحي بعد كده بفلوس كتير. أيوة عشان يصلحها من اول وجديد. وللاسف ممكن لا قدر الله تحصل كوارث. اكيد ماس الميه، تسريب ميه طبعا، كل طبعاً. الحاجات دي طبعاً. يعني هي مرحله التاسيس دي مهمه جدا، دي أهم انا عندي اللي هو يهتم بيها عن اي حاجه تانية. دي اهم مرحله في التشطيب كله. عايز اعرف في المراحل اللي بمر بيها التشطيب والديكور من اول مرحله لاخر مرحله. مفيش مشكله خالص. لو احنا واخدينها على الطوب الاحمر، فاحنا بندخل بنأسس كهرباء وبعد كده بندي محاره، واخدينها على المحاره فلو كده بنبدا نأسس كهرباء بسيطه بحيث ان احنا ما نبوظش المحاره. نأسس سباكه، بنعزل 4 طبقات. ده احنا كشركه، في شركات ما بتعزلش كده. بعد ال4 طبقات دول ببدا ادخل بطانه حيطان وجبسون بورد. خلصت دول ببدا ادي الفينش النهائي بتاعي، سواء سيراميك سواء دهانات سواء ديكورات خفيفه بتركب على الحيطه بعد ما بتخلص. تمام. بعد كده الفرش كله طبعا. يعني هي خطوه بخطوه. اكيد. بتبداوا الاول بالحاجات الاساسيه اللي هي الداخليه والحاجات دي كلها. قول لي بالنسبه للكهرباء، بتبقوا عاملين حساب كل الفيش فين وفين وفين؟ أكيد. يعني المفروض الفيش تكون فين وما تكونش فين؟ انا بدخل شقق الاقي فيش مرطرطه في جميع النواحي ما لهاش اي لازمه خالص. لا، هو الفيش بتبقى ليها اماكن على حسب استخدامها. يعني مثلا حضرتك في اوضه النوم على سبيل المثال لازم يبقى في فيشه يمين السرير وشمال السرير. وما بتبقاش فيشه واحده، لا احنا بنكتر عن فيشه واحده، يعني ممكن يبقوا 2 يمين و2 شمال عشان الاستخدام في الحته دي بيبقى كتير. عند التلفزيونات بيبقى فيه فيش، في ريسبشن مثلا بيبقى فيه فيش في كل كورنر. وممكن عند مكتبه التلفزيون. انا بعاني من موضوع الفيش ده عشان الموبايلات اللي بتتشحن. مظبوط مظبوط. وبعدين بيبقى ليها ارتفاع محدد من الارض، فما مركبهاش بالويم، يعني لازم ارتفاع محدد طبقا للمقاييس بتاعه الكهرباء، لازم يبقى الفيشه ما تعديش 30 سم من على الارض. عشان حريه الحركه وحريه وسهوله استخدامها. تمام. في المطبخ بيبقى فيه فيشه لكل جهاز. كل جهاز حركة هتحطيه سواء ثلاجه ديب فريزر بوتاجاز، طبعا كل حاجه لازم يبقى لها فيشه لوحدها. حتى لو مثلا ما كانش فيه ميكروويف او ما فيش مثلا غساله اطباق لازم. حضرتك هتجيبيها هتحطي الفيشه اشتغلت، زي مثلا وصلات التليفون طبعًا. وصلات التكييف برضو دي اساسيه طبعا. يعني برضو بتعملوها حتى لو ما كانش فيه الاجهزه المتاحه دلوقتي. حتى لو ما فيش الاجهزه انا لازم ابقى موفر لحضرتك، ان حضرتك اشتريتيها في يوم من الايام فحضرتك هتركبيها هتحطي الفيشه او هتعليها على الحيطه اشتغلت.
مش لسه هنكسر ونحط فيشه ونحط السلك بتاعها. لا حاجه كويسه طبعا ان انتوا بتبقوا باصين كمان للي هيحصل فيما بعد. اكيد اكيد اكيد. قولي يا باشمهندس، لكل شركه فيها فريق عمل، والفريق العمل ده الواجهه بتاعه حضرتك. اكيد. اخترتهم ازاي؟ اخترتهم بشغلهم يعني. المهندسين، فانا شفت شغلهم، عندنا مهندسين بيعملوا تصميمات، عندنا مهندسين مشرفين اللي هم الاستشاريين بتوع الشركه، دول بينزلوا يبصوا على الاماكن، فكل دول طبعا اسامي كبيره في مجالهم. عندنا قسم متابعه وكواليتي كنترول، ده اللي بيفضل يتابع مع العميل من اول ما بسلمه لحد 5 سنين قدام. عندنا طبعا دولاب العمل، فده نقيناهم من الشغل. اكيد الاول شغلانه فيها ناس كملت معانا، وفيها ناس للاسف ما كناش حاسين ان احنا على توافق مع بعض، فجبنا بعدهم ناس تانية، وهكذا لحد ما وصلنا لاحسن فريق موجود. تمام، وصلتوا يعني للصح. اكيد، لان هم كلهم كانوا صح. بس التعامل ما بيننا ما كانش في توافق يعني. انا ممكن اضغط عشان عايز ميعاد معين، هو في طبعا طبقه بتحب بتقبل وفي لا. يعني انت بتبقى مضغوط في شغلك، عايز تسلم شغلك في الميعاد المناسب وكده. فانت عارف اللي هم فريق العمل بتاع حضرتك بتبقى الواجهه. يعني انا جاي من طرف الباشمهندس محمد، فدي كل حد ذاتها كبيره. أكيد طبعا. لازم يكون على مصداقيه، لازم يكونوا مثلا بيتعاملوا مع اهل البيت بذوق واحترام، بيخلصوا شغلهم في الميعاد. فالموضوع ده اكيد خد منك وقت كبير. اكيد اكيد، ان انا اوصل ان التيم كله اللي موجود بيبقى بيتعامل بنفس الطريقه. فده لا، ده خد تريننج وخد وقت، وقت طويل. قول لي يا باشمهندس، ايه اللي شجعك تمشي في طريق التشطيب والديكور؟ والله انا من وانا صغير انا بحب المجال ده. فابتديت ان انا ادخل فيه واحده واحده، عن طريق ان انا انزل مع زملاء اتفرج على الديكورات، اتفرج على التشطيبات، كنت بنزل معارض كتير اتفرج. فلقيت ان لا، في حاجات مثلا لا دي لو كانت اتعملت بالطريقه الفلانيه كانت هتدي شكل احلى واقعد ارسمها. يعني انت من هنا صغير من هنا دخلت في الموضوع، حسيت ان الموضوع لا، ده مجال واسع جدا، حضرتك تقدري تخلي العميل يبقى داخل بيته مبسوط. غير ان هو انا داخل بيته خلاص. في ديكورات فعلا بتريح الاعصاب، وفي ديكورات بتعصب والوان بتعصب. بتبقى داخل كده يعني شايف الدنيا عندك مش متظبطه، تحس بعدم ارتياح. اكيد اكيد، في الوان يعني ما بتمشيش مع بعضها. في الوان مثلا ما ينفعش تبقى محطوطه في اوضه نوم. لازم اوضه النوم تبقى الوان مريحه هاديه. الريسبشن مثلا ما ينفعش في مساحه مكتومه اخليه غامق. الناس هتيجي يعني لو حضرتك عندك ضيف وداخل يقعد مش هيبقى مرتاح. طبعا الالوان هتبقى غامقه، مش هيرتاح. فكل مكان بيبقى له الوانه. اللي يساعد العميل هو ازاي ان احنا ننسق له الالوان دي، ان بيته يطلع اجمل من الشقه مثلا. لما يعزم حد يقول له والله ده انت بيتك اجمل حاجه دخلناها مثلا. حلو. فيبدا يرشحنا ليه، يبدا زي ما كنت بقول لحضرتك، ده راس مالنا. تمام. الحاجات اللي اتسلمت هي راس المال. طب حلو جدا. قول لي اكتر مشكله واجهت حضرتك في الشغل. والله مش مشكله على قد ما هي ان مثلا باجي لحضرتك ككلاينت، حضرتك بتقولي لا ما في شركه فلانيه بسعر اقل وقل وقل وقل، وبتبداي تجيبي زي سيرفي، كل الناس بقت عارفه ان في شركات كتير. والعملاء للاسف شركات التشطيب والديكور كترت جدا. بالظبط. وكل واحد عمل له شركه تشطيب وديكور، وحتى المقاول بقى اصبح عنده شركه تشطيب وديكور. فالناس متلخبطه، والناس لما تيجي تاسس شقه او تعمل الديكوريشن المناسب ليها مش عارفه تروح فين. بالظبط. غير كده هو يعني في ناس كتير جدا شغاله، احنا عندنا سجل تجاري بتاع الضريبيه بتاعتنا بقى لنا فتره طويله، ففي ناس ما عندهاش بس شغاله في المجال، لان هو في الاخر هو بيبقى زي استشاري للديكور. ففي نفس الوقت احنا ما بنيجي للعميل بيقول لي لا والله ده في سعر اقل في المكان الفلاني، سعر اقل في المكان الفلاني. احنا دايما ما بنحبش نقول للعميل ان في شركه مثلا ممكن تشتغل لحضرتك بخامه مش معتمده، لان احنا كلنا في الاخر زملاء. تمام. فبنحاول نوجه العميل نقول له لا، حتى لو حضرتك مش هتشتغل معانا، حضرتك روح للشركه عندها سجل تجاري، عندها بطاقه ضريبيه، عندها سابقه اعمال، تشتغل مع حضرتك بعقد ضامن حق حضرتك وضامن حق الشركه في نفس الوقت.
تقدر ان انت تنزل تشوف حتى سابقه اعمالهم لو حضرتك حابب على الواقع يقول لك تعالى افرج حضرتك على شغلي انا عملت في الحته الفلانيه وفي الحته الفلانيه. اصل دلوقتي احنا ما بقناش ندخل على البيج ونبص على الريفيوهات ونبص على الصور، الصور دلوقتي بتتسرق وتحط عليها البيج بتاع اي شركه والريفيوهات نفس الحكايه بقت تتسرق. بالظبط. فمش البيج هو اللي هيدينا الضمان الكامل. دي حقيقه. دي حقيقه. فبالتالي بننصحه دايما اللي هو لا ما تروحش لاقل سعر، روح للسعر المعقول، مش لازم يبقى اقل سعر او اغلى سعر، بس حاجه معقوله تحقق لك الاحسن نتيجه. امضي عقد اضمن حقك بيه. بص على السجل التجاري، بص على البضاعه الضريبيه، اعرف ان هي مكان موثوق. تمام. غير كده بننصح العملاء ان هو لا ابعدوا. حتى لو مش هشتغل معايا كشركه، بس انا بقدم له النصيحه عشان ما يوقعش، يعني زي ما بنقول ما يوقعش فريسه. بالظبط. فريسه لشركات التشطيب. طيب باشمهندس، كان الفتره اللي فاتت حصل زياده كبيره جدا في الخامات والماتيريال، حضرتك كنت ملتزم بعقود كتيره مضيتها مع ناس بالاسعار اللي هي قبل الغلاء اللي هو الفاحش ده اللي حصل وكده. من الحاجات اللي عرفناها ان انت ما زودتش جنيه واحد على اي عقد. طب ليه بقى؟ طب انت كده خسرت خالص، لان انا على قد ما بقدر بضمن للعميل الخامه من اول يوم انا بدخل فيه اشتغل. بمعنى ان انا بنزل الخامه ممكن تكفيني لحد ما اخلص الشقه. فبالتالي مهما الخامه زادت هي مش هتزيد عليها. يعني انت بتجيب التزاماتك كلها. بالظبط. ومثلا بتخزنهم. بالظبط. وبتسحب منهم بقى من وقت للتاني عشان كده تبقى حاجتك كلها موجوده، الخامات زادت قلت كده حاجتك موجوده. بالظبط. ده بيوفر فلوس طبعا للعميل وبيوفر لنا مجهود. وبيخلي الريسك بالنسبه لي مش عالي. للاسف بقى احنا شفنا شركات تشطيب وديكور استنت بقى الفرصه ديت وبدات ان هي تعلي 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 على العميل وتقول له طب ما انت شايف الاسعار زادت، وهي تكون مثلا عامله المخزون بتاعها وجايبه كل الخامات والماتيريال. بالظبط. فزي ما بقول لك اصبح الموضوع سبوبه. حتى انا لما جيت بدات اقول يا جماعه انا هعمل سلسله حلقات عن التشطيب وديكور، قالوا لي ابعدي عن الموضوع ده، الموضوع ده كلهم واخدينه سبوبه صراحه امانه. بس انا زي ما في الحلو في الوحش. اكيد طبعا. فكل الشركات اللي احنا جبناها هنا صراحه ليها مصداقيه طبعا، وليها كل واحده ليها ميزتها عن غيرها. فليه الموضوع التشطيب وديكور ده لما اسمعه اجيب شركه تشطيب وديكور؟ لا دول هيذبحوني، دول هياخدوا مني كل فلوس. اشمعنى ليه الموضوع ده منطبع عنه؟ عشان الشركات اي حد بيجي يتعامل مع شركه متوقع ان هي هتيجي تقول له لا والله انا مثلا لو الحاجه دي تعمل بجنيه انا هعملها بخمسة جنيه. فهو ده الانطباع اللي اتاخد من المقاولين والشركات كتير اللي موجوده في المجال. بس مع ان الحقيقه مش كده خالص. الموضوع ابسط من كده بكتير. انا كشركه ليا رقم محدد انا ببقى متفق عليه مع العميل من اول يوم. في عملاء بتقولي لا اشتغل برقم اقل. ما بمنعش ده، بس في نفس الوقت بقول له لا مش هينفع عشان 1 2 3 4 انا عندي ضرائب وعندي وعندي وعندي، فبالتالي لازم يبقى مغطي معايا الكلام ده. غير كده الخامات اما زادت قوي الموضوع بقى مهلك. مهلك للعملاء. لان ما بقاش الموضوع بجنيه وباتنين جنيه وبتلاته جنيه. لا طبعا الاسعار غاليه جدا. مبالغ فيه. فبالتالي هو لا انا كمان هجيب خامه غاليه وهروح لشركه تعملها، لا الموضوع هيبقى مكلف جدا بالنسبه لي. فاتاخد من هنا الانطباع ده. تمام. يعني من هنا بقى الحوارات بدات تكتر وبدا الانطباع ينطبع على شركات التشطيب والديكور. طيب عايزه برضو اعرف ايه العقبات اللي واجهتك في بدايه حياتك؟ كان في عقبه كده واقفه اللي انت انت الاول قلت لي انا اشتغلت هنا واشتغلت هنا ما عملتش اسيست الشركه ليك غير لما بدات تقف على رجلك شويه. قول لي اول عقبه كانت في حياتك ايه؟ الشركات اللي موجوده في المجال. دي كانت اول عقبه. ازاي بقى؟ لان هم مسوقين سمعه شركات التشطيب. انا كنت لسه بقول الموضوع ده. فما كنتش حابب ان انا ادخل المجال وانا خبرتي قليله، او ان انا مش هعرف امسك مشروع كبير، او مش هعرف اعمل شغل يليق بيا كشركه ويليق بالعميل في نفس الوقت. فبالتالي كان الامبريشن اللي جاي كله لا زي ما حضرتك كنت بتقولي المجال ده بعد عنه. ابعد عنه ليه؟ بالظبط. كان الخوف ان انا ادخل مجال موجود فيه الوحش وموجود فيه الحلو، بس الوحش طاغي على الحلو فيه. تمام. فدي كانت عقبه كبيره جدا. كنت خايف تدخل المجال احسن
ما تقدرش اللي انت كمان تواجه. اكيد انت عارف ان بحر التشطيب والديكور بحر واسع جدا. أكيد طبعا. كل يوم في جديد وكل يوم لازم تشتغل على نفسك وكل يوم لازم تشوف الحاجه دي الكويسه. في حاجه طلعت يعني انا النهارده عامله ديكوريشن في بيتي، في حاجات بتطلع بعد كل ساعه، دي حقيقه. فالمعمول بسنه يجي يقول لك ده قديم، صح. ده في حاجه طلعت جديده، في الوان طلعت جديده، ده صح. في مش عارفه ايه طلع جديد، صح. فبحر التشطيب والديكور بحر واسع، وانت قدرت ان انت تعمل مكانه كبيره وسط عمالقه كبيره من التشطيب والديكور. الحمد لله. لدرجه ان اسم حضرتك والشركه بدا يسمع، وخبرتك في التشطيب والديكور برضو قدرت ان هي تساعدك في الموضوع ده. اكيد. ان انت اشتغلت على نفسك من زمان، مش من دلوقتي او بعد ما اتخرجت وكده، لا من زمان. طيب باشمهندس قول لي، في حد من الاسره بدا يدعمك، عرف موهبتك، بدا يدعمك ويقف جنبك، او انت خدت الموضوع منه وراثه؟ لا مش وراثه، بس طبعا يعني سواء والدي او والدتي او مراتي هم اللي وقفوا في ظهري في الموضوع ده. هم اللي شجعوك وقول لك امشي فيه. اكيد. ما لقيتش نفسك ان انت يبقى موظف قاعد على مكتب وكرسي خالص، وتاخد مرتب اخر الشهر وكده؟ ما لقيتش خالص نفسك في الموضوع خالص ده؟ حاولت تجرب؟ حاولت طبعا. طبعا. حاولت بس ما يعني الروتين ما حسيتش ان انا هقدر ان انا ادي في المكان ده. ما تعرفش يعني، ما حبيتش تمشي على الوتيره بتاعت الموظف اللي يروح الشغل ويجي من الشغل وخلاص على كده. خالص. لا خالص. انت حبيت ان انت تشتغل حر نفسك وفي نفس الوقت تعمل حاجه كويسه هتفيدك. أكيد. وتفيد العملاء بتوعك. اكيد طبعا. طيب احنا اتكلمنا على التشطيب والديكور، عايزين نعرف نظام التقسيط عندكم ايه؟ يعني انا عرفت ان انتوا برضو مش بتاخدوا كل الفلوس كاش، لا انتوا عندكم نظام تقسيط للشباب، ايه هو؟ والله احنا ابتدينا نتجه الى التقسيط ده لما الخامات زادت. فمضينا مع كذا شركه متخصصه في مجال التقسيط في مصر. ايه بقى نظام التقسيط ده؟ التقسيط ده بيدفع لنفرض 20% من اجمالي المقايسه، ده اللي بيدفعه. والباقي بيدفعه على قسط من اول 6 شهور لحد 5 سنين. فبالتالي بيحس ان الموضوع اريح شويه. يعني مثلا لو التشطيب سيان كلف مثلا 80,000، يدفع كام مقدم وبعد كده كله؟ من 20,000 من 80,000، والباقي بيبقى اقساط لحد 5 سنين. طب حلو جدا، يعني الاول يدفع 20,000 تقريبا. وبعد كده مثلا يقسطهم؟ مظبوط، بيقسط لحد 5 سنين. طب حلو جدا، ده لو هو هدفع كل شهر 2000 3 الدنيا تبقى سهله بالنسبه له. هتبقى مريحه. هتبقى مريحه طبعا. طبعا، بس هياخد شغل كويس هيستمر معاه. اكيد. كمان حته التشطيب والديكور ديت، هو يشتري الشقه والتشطيب والديكور قسط، فده حاجه كويسه. اكيد. وفي نفس الوقت ما اخرش عليه استلام، بالعكس انا بسلمه برده يعني اول ما بنمضي التعاقد انا بسلمه، وبعدها بحد اقصى بيبقى 3 شهور، ده يوم يعني الحد الاقصى بتاع اي تسليم عندنا بيبقى 3 شهور. فبسلمه بالفعل، فهو بيستفاد ان هو دخل وقعد في شقته وكل حاجه، بس بيدفع ثمن تشطيبها بالراحه. طب حلو جدا والله العظيم. انتوا اتعاملتوا مع شركات بقى تقسيط وكده؟ اتعاملنا في شركات احنا ماضيين معاها بالفعل، وفي تقسيط مباشر عن طريقنا، بس ده ما بنقدرش نزوده عن نطاق السنه. يعني انتوا اتعاملتوا مع شركات بتقسط؟ مظبوط. انتوا بقى بتبقوا الضامن ليهم مثلا؟ مظبوط مظبوط. طيب حلو. طب بس العملاء بقى بتكون من عندكم ولا من عندهم؟ سواء هو حب يجيب لي عميل كشركه فانا بتعامل معاه عادي، بس القاعده الاغلب يعني ان انا اللي بوفر له العمل. تمام. كلمني بقى على العقارات، ازاي ان هو بيبقى ماشي في العقارات ويجيب شقق وكده وفي نفس الوقت يشطب ويعمل ديكور؟ الشركات اللي هي ماسكه العقارات، الشركات في المطورين الكبار دول عندهم قسم تشطيب. انا عايزه بس افهم يعني ايه عقارات ويعني ايه مطور عقاري؟ مطور عقاري فهو بيدخل يطور العقار، يعني بياخد ارض فاضيه بمساحه كبيره بيبدا يبنيها يطلعها مشروع متكامل. ده المطور العقاري. شركات العقارات فهي شركات على سكيل اصغر شويه، بتبدا انها تبني عماره عمارتين ثلاثه اربعه وهكذا. ده الفرق ما بين المطور والشركه. العقاري اللي هي شركه العقارات ان هي بتاخد مثلا الشقق وتبدا ان هي تبيعها مثلا. مثلا. او بتبنيها. او بتبني عماره مثلا وبتبدا تبيع الشقق اللي فيها. انما المطور العقاري ده حد بيبني كومباوند متكامل. فبيبقى على مساحه كبيره فبيطور، من هنا جت كلمه المطور. طب كلمني بقى عن التشطيب والديكور بالنسبه لهم، ايه الدنيا بقى؟ في شركات بتبقى متيحه يعني عامله اتاحه للتشطيب للعملاء بتاعتها. فبالتالي هو بيروح يتعاقد معانا احنا كشركه او يتعاقد مع شركات مماثله، يقول لهم ادخلوا شطبوا لي المشروع مثلا.
بحيث ان العميل يجي يبقى بيستلم حاجته ومتشطبها. ده موجود في بعض الشركات، بعض شركات تانية بتقول لك لا انا اسيب العميل براحته ينقي اللي هو عايزه. يعني ده الفرق ما بينهم. انت عارف ان في شركات اصلا دخلت ومسكت اماكن عشان تشطبها او تبنيها، بس للاسف برضو ما كانوش على مصداقية. انا اعرف اصلا كامباوند كويس والاعلانات كانت تنزل عليه والدنيا، وفي الاخر لما تروح تشوف التشطيب بتاعه تلاقيه تشطيب مش كويس. طب انا هستفاد ايه لما تقول لي تعالي ده انا هتاخدها على المفتاح، ادخل الاقي الشقه متشطبه وكل حاجه بس فيها ديفوهات باينه. مظبوط. فبرضو حته ان حد ياخد شقه متشطبه ديت ما بتبقاش فيها مصداقيه. لازم انا اشطب شقتي بنفسي، اقف على ايد الشركه او اشوف الثري دي الشركه هتعملوا لي ازاي. لكن حكايه ان انت تاخدها متشطبه ويلا حط عفشك فيها ديت ما بتبقاش موجوده، لان حتى لو حضرتك استلمتيها متشطبه فحضرتك بتحتاج تعملي فيها ديكور. طبعا برضه بتجيبي شركه بتدخل انها تبدا تشتغل عليها. بتتعامل ازاي مع الصناعيه؟ احنا بنتعامل مع الصناعيه بعقود. احنا الصناعيه اللي معانا هم متعينين كموظفين عندي في الشركه. فبالتالي العلاقه ما بيننا هي علاقه وظيفيه بحته. والتعامل معاهم بيبقى صعب، او توصل معاهم لحل بتبقى صعب. بالظبط. لان انت عارف الصناعيه بتبقى ماسكه كذا حاجه هنا 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 هنا، واجي لك بمزاجي واروح بمزاجي. حتى الصنايعي الشاطر اكيد. فانتوا ازاي بقى بتتعاملوا مع الموضوع؟ احنا هو عارف مواعيده كشركه، هو موظف عندي في الشركه. فهو عارف ان هو التزامه كموظف ان هو يبقى موجود الساعه كذا، من الساعه كذا بيبدا شغله، بيخلص شغله الساعه كذا، عنده فتره راحه في اليوم مدتها كذا، اشتغل عدد ايام معين في الاسبوع. فبالتالي هو لو اشتغل وعمل كل ده فهو بيبقى داخل كل شهر. فده بيبقى مريحنا. انت اللي كده انت حاكمه. بالظبط، مريحني كشركه، وهو نفسه عارف ان هو هيشتغل وهياخد المقابل بتاعه بالشكل العادل يعني. فبالتالي العلاقه ما بيننا لا هي علاقه منظمه شويه. تمام. يا هو خلاص اشتغل اللي انت قلت له خلاص مع في الشركه يعني. بالظبط. بيبقى ماضي معاك عقود وكل حاجه. أكيد. ومن الساعه أكيد. كذا للساعه كذا تروح اكيد. طب ده كده كويس. طيب كان في حاجه اسمها قانون التمويل العقاري. كم من فتره سمعنا ان القانون ده متاح للشباب او لاي حد ان هو بيعمل تشطيب وديكور. مظبوط. كلمنا بقى عن الدنيا كانت في الوقت ده ازاي. قانون التمويل العقاري ابتدى في مصر من 2001، ده كان بدايه صدوره. اتطبق في شركات كتير، شركات تمويل عقاري والبنوك كمان اتاحت ده، ولحد دلوقتي متاح سواء عن طريق المبادرات او عن طريق التمويل العادي. كان نازل الهدف الرئيسي منه ان هو تشجيع الشباب على شراء الشقق. فكان اتاح شراء وبنى وتشطيب. اشتغلوا الثلاثة الفترة، بعد كده التشطيب والبنى ابتدوا يقفوا شوية. في شركات ابتدت تفعلهم تاني في الوقت الحالي، بس هو الميزة بتاعته ان هو بيتيح لحضرتك التقسيط لحد 15 سنة. حلو جدا طبعا. فبيريح اكتر، بس في نفس الوقت طبعا ده بيبقى بفوائد، فبتلاقي الموضوع في الاخر متوازن على المدة اللي حضرتك بتقسط عليها. سواء ان حضرتك تشتري سواء ان حضرتك هتشطبي. ف 15 سنه هي مده طويله جدا حضرتك تقسطي فيها. طبعا. فبالتالي بتحس ان الموضوع مريح جدا. هل متاح ده الايام ديت ولا هو على حد علمي متاح في بعض البنوك وبعض الشركات. قانون التمويل العقاري. انت بتاخد منه فلوس يعني بتشطب ولا ايه؟ مش انا الفكره الرئيسيه بتاعته ان العميل بيروح يتعاقد مع البنك او مع الشركه. البنك او الشركه بيديني الفلوس كاش. انا بشطب له وهو بيقسط للبنك او الشركه. يعني هو بيبقى متاح ليه ان هو يختار الشركه اللي هو عايزها. بالظبط. وبياخدك بتروحوا يديك مثلا الفلوس بتاعه التشطيب وهو بقى منه للعميل. بالظبط. بالظبط. طب ده حلو برضو، بس 15 سنه. بس المشكله مش في ال 15 سنه، المشكله في الفوائد اللي أكيد. بعد كده اكيد يعني الفوائد بتكتر عليه، وهي برضو ايه البنك مش هيخسر. اكيد طبعا خالص. أكيد طبعًا. البنك عمره ما يخلق. انا جربت البنك قبل كده في عقارات وقرض وكده، لقيت ان انا بدفع الدبل. طب انا اللي خلينا اروح ده انا التقسيط بتاع الشركه احسن. والله هو حتى تقسيط الشركات اللي هو يعني لو حضرتك هتشتري فبالتالي تقسيط الشركات برضو بيتحمل فوائد. بس تبقى فوائد طبعا اقل من فوائد البنك بكتير. اقل طبعًا. لكن البنك لو ما عملش قسط بيترقم عليه طبعا، بيلسوعوا زي ما بيقول. البنوك عندها يعني ما فيش حاجه صح. ما بيرحموش صح. طيب عايزه نصيحه تقدمها للمشاهدين عشان ما يعوز فريسه لشركات التشطيب والديكور.
انت قلت لي ان هو لازم يشوف سابقة اعماله. طب افرض انا دلوقتي مش قادر اروح الموقع، يعني انا واثقه في الشركه ديت بس عايزه اتاكد، اعمل ايه؟ يروح المقر، يبدا يطلب منهم التواصل مع عملاء شطبوا لهم لو هو مش حابب ينزل مواقع، يبدا يشوف صور لسابقة الاعمال بتاعتهم، يبص على المقر بتاعهم، يبص على السجلات التجاريه والبطاقه الضريبيه، يشوف صيغه العقود بتاعتهم، حاطين التزام على نفسهم ولا مش حاطين. كل دي حاجات تطمن العميل وهو رايح يتعاقد مع شركه. لازم يكون ليها سجل طريق ضريبي وبطاقه ضريبيه يظبط الدنيا اساسي معاه. طبعا طبعا. عايزه اعرف موقف طريف حصل لك في بدايه مشوار حياتك، شطبت ونسيت حاجه، او عميل بعد ما شطبت قال لك ده انا كان نفسي في حاجه، يعني موقف طريف كده لغايه لما بتفتكره بتقعد تضحك. والله كان في عميل كان يعني الحمد لله احنا علاقتنا بالعملاء يعني اعتقد حضرتك سمعت ايه، احنا علاقتنا بتبقى علاقه صداقه اكتر منها علاقه عميل وشركه. فبعد ما خلصنا المدام جت قالت لا انا كنت عايزه البلاطه مثلا، احنا عاكسين البلاطه اللي على الحيطه على الارض وعلى الارض على الحيطه. يا نهار ابيض. انا عايزه اللون ده هنا واللون ده هنا. بعد ما شطبت. بعد ما خلصنا. فابتدينا بقى لا طب ما حضرتك اللي منقيه ده، ادي الورقه وحضرتك نقيها دي هنا ودي هنا، لا انا كنت فاكراها العكس. طب ازاي الدنيا خلاص خلصت. فابتدينا بقى نحاول ان احنا نقنعها، وفي الاخر والله عملنا لها شكل ديكوري في الارض خلاها مبسوطه من الوضع. من غير ما نبهدل الدنيا طبعا. يعني انتوا عملتوا ديزاين على مثلا على الارض علشان يحسسها ان طب دي مشكله. بس انا اعرف ان السيراميك اللي في الارض بيبقى مختلف على في الحيطه، بيبقى اكبر مثلا. في والله لا في بلاط بيبقى كل واحد بس طريقه تركيبه هي اللي بتختلف. تمام تمام. كلمه شكر دي هديها لمين اللي وصلتك لغايه اسرار الحياه؟ لا اكيد بشكر حضرتك وبشكر والدي ووالدتي ومراتي طبعا انها مستحملاني. طبعا انت شغلك الله يهينك، انت ثلاث ارباع اليوم بره. دي حقيقه دي حقيقه. فهي عليها برضو العبء كبير بالتزامات الولاد والمدارس والدروس واكل وشرب. فالله يعينك. يعني ده يعني اكيد بوجه لها كلمه شكر كبيره. احنا كمان بنشكرك يا باشمهندس، بنتمنى لك مزيد من النجاح والتفوق. الفقره او الحلقه النهارده كانت جميله واتكلمنا فيها في كل الجوانب اللي هم الناس فعلا عايزه تعرفها. بشكرك وبتمنى لك مزيد من النجاح. ربنا يخلي حضرتك. ربنا يخلي. وبكده نكون وصلنا لنهايه فقرتنا، استنونا وحلقات جايه كتير مع اسرار الحياه.